هي بداية حقبة جديدة لتاريخ الحركة الأولمبية الكويتية، والتي سيقود دفتها الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح كرئيس المنتخب من 16 اتحادا. ففي أجواء شفافة انتخبت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية مجلس إدارة جديد لأربع سنوات مقبلة، وبحضور ممثل للجنة الأولمبية الدولية وممثل أيضا للجنة الأولمبية الآسيوية، وتحت إشراف عام للجنة مستقلة أشرفت على إجراء الانتخابات بأجواء مثالية وسلسة. تقدم جزيل الشكر للجنة الأولمبية الدولية ومجلس الأولمبي الآسيوي وحكومة دولة الكويت تمثلا بالهيئة العامة للرياضة على جهودهم المخلصة التي أدت إلى الحل الأزمة الرياضية الكويتية. وها نحن نشهد اليوم نهاية هذا الطريق للرياضة الكويتية بعرس ديمقراطي رياضي، سيكون بإذن الله تعالى انطلاقا جديدة للرياضة الكويتية، ولنطوي جميع الخلافات السابقة ونتحد من أجل خدمة الشباب الكويتي والكويت. وبعد إجراء الانتخابات شكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الجديد، فإلى جانب الرئيس الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح انتخب نائب الرئيس السيد محمد جعفر، في حين كان انتخاب أمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية لحسين المسلم. أما الأعضاء فكانوا كالآتي: الشيخ مبارك فيصل نواف الأحمد والشيخ جابر ثامر جابر الأحمد، إلى جانب علي جابر المري ونائل العوضي ومساعد عدنان العجيل والدكتور سعود هلال الحربي. مجلس إدارة يحمل فكرا شبابي، حيث يمثل متوسط عمر مجلس الإدارة 32 عاما. أعلنها اليوم انتهاء خارطة الطريق بشكل رسمي وانتهاء جميع الإجراءات المتعلقة لرفع الإيقاف الدائم للرياضة الكويتية. اليوم البداية الجديدة للرياضة الكويتية. أشكر جميع الاتحادات الرياضية اليوم أعضاء الجمعية العمومية على انتخابهم وتعاونهم مع اللجنة السداسية من أجل رفع الإيقاف. اليوم هناك قيادة شابة للجنة الأولمبية الكويتية، أدعو المجتمع الرياضي الكويتي لدعم هذه الفئة الشابة ومد يد العون معاهم. نبدأ صفحة جديدة من أجل الشباب الرياضي الكويتي، نطوي الخلافات ونبدأ لمستقبل رياضة جديدة بقيادة شبابية أتمنى فيها التوفيق والنجاح ورفع علم الكويت في المحافل الدولية. هذا الزمان وهذا الوقت وقت الشباب. إذن المحطة الأخيرة لخارطة الطريق بذلت فيها مجهودات جبارة، سواء من اللجنة السداسية أو لجنة الانتخابات، لتخرج لنا بالنهاية إشراقة أمل جديد للرياضة الكويتية في المرحلة المقبلة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.